نفذت أمانة العاصمة المقدسة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية حملة كبيرة استهدفت سوقا ليليا مخالفا بحي النكاسة بمكة المكرمة، تديره عمالة غير نظامية تبيع أطنانا من المواد الغذائية مجهولة المصدر موبوءة غير صالحة للاستخدام الآدمي. هذا سوق معروف في مكة بسوق النكاسة، أقطاناته الجالية البرماوية والجالية البنغلاديشية، وما يشتغلوا فيه إلا في الفترة المسائية بعيد عن أعين الرقابة، وفي الفترة من بعد العشاء. بفضل من الله تمكنا إحنا والجهات الحكومية الضبط الإداري والبلدية الفرعية من مداهمة السوق، والوضع اللي شايفينه الآن هذا صادرنا المنتجات اللي هم بيستخدموا الفواكه الخضروات المزروعة بمياه مجاري، الدجاج منتهي صلاحية، اللحوم، الأسماك، وشفتوها على الصور أسماك يعني ما ندري إيش مصدرها، دجاج ما احنا عارفين مصدره، لحوم مجهولة المصدر، مما يؤثر على الصحة العامة للمواطن والمقيم. شارك في الحملة عدد كبير من الآليات المختلفة، صادرت عشرات الأطنان من الأسماك والدواجن واللحوم والخضار المتعفنة التي تضر بالصحة العامة والإصحاح البيئي. وأما بالنسبة للمضبوطات اللي ضبطت هنا في هذا المكان، ما يقارب 160 طن من الخضروات والفواكه اللي تزرع بمياه الصرف الصحي، وضبط من اللحوم والأسماك الفاسدة ما يقارب 60 طن، والآن جاري عملية إتلافها ونقلها من الموقع، والحمد لله الآن انهينا المهمة، على وشك إنهاء المهمة، وإن شاء الله حيصير متابعة للموقع هنا بمشيئة الله تعالى. كما ضبط في الموقع مسلخ عشوائي تقوم العمالة فيه بذبح وتسويق الدجاج في بيئة عمل مخالفة للاشتراطات الصحية، وعمالة ليس لديها شهادات صحية تثبت سلامتها من الأمراض المعدية.